لو انت هتعمل تيم او هتعمل فريق هتختار مين؟ بصي لو على الجيل بتاعي انا يعني فهربط ما بين اختار 5 لعيبه في حراسه المرمى، في طبعا نادر السيد او عصام الحضري، واحد فيهم يعني يكون موجود في جيلي يعني انا لعبت معاه. وفي الديفندرز او المدافعين ممكن وائل اباني، ممكن عماد النحاس، نص ملعب ممكن احمد حسن، تامر عبد الحميد واحد فيهم يعني برضو انا بختار كده، حازم امام او عبد الستار صبري، وانا وممكن حسام حسن مثلا، حسام حسن او عبد الحليم علي يعني من الزمالك، يعني هو ده دي اللعيبه اللي انا ايام ما كنت بلعب يعني. لكن لو مثلا لو دلوقتي بعد ما بطلنا هختار اللي بيجروا اكتر دلوقتي. مين بقى اللي بيجروا اكتر؟ احمد حسن وحسام غالي طبعا، لسه وليد سليمان، اللعيبه اللي انا شايفها محمد ناجي جده، مين تاني؟ جمال حمزه، مع ان جمال حمزه ما بيجريش خالص دلوقتي بس لعيب برضه.